الاحساس ديالي انا اليوم دابا بعد كورونا ملاعب كانوا الحظر الصحي والملاعب يعني جميع المرافق ما تقدرش تمشي لهم بحكم انا الديار الهولنديه جينا واحد زياره خفيفه هنايا تلاقيت مع الصديق ديالي عماد وهو مشجع اتحاد طنجه وانا واحد من الناس الاقدميه ديال مشجع اتحاد طنجه يعني في 80 84 86 ودابا الانسان جات فرصه تلاقينا انا وياه طلعنا من الملعب واحد الفوز هذا زعما راه زادنا واحد الاحساس كيجي زوين الاحساس زعما الانسان كيحس به جيتي المدينه ديالك زياره وطلعتي من الملعب وربحتي ثلاثه د النقاط بعد زوج الخسارات يعني كتجي واحد الفرحه ها تبارك الله. واش كان الاداء ديال اللاعبين؟ والاداء شويه نهضروا شويه بصراحه الاداء شويه كان ضعيف ولكن النتيجه بحكم النتيجه اليوم العالم الكرة القدم كامله النتيجه يعني النتائج من بعد النتائج كيجي الاداء. نظرك شكون هما اللاعبين اللي كانوا عاطيين الشاط؟ واللاعبين اللي كانوا عاطيين الشاط قطب الدفاع محور الدفاع زعما الصراحه شويه وسط الميدان شويه كاين شويه ديال دابا با معمر بحكم تجربه وملاعب كبير وكبير في السنين دابا شويه كذا ولكن احسن لاعب زعما كلا الطرفين جوج بيهم لا حد سوالم ولا اتحاد طنجه هو الشاوني حمودة الصراحة تبارك الله عليك ولاعب مستوى زين هذا شكرا غني عن التعريف. السلام عليكم كنشكروا قناة أشواقع حنا كنتواجدوا في ملعب ابن بطوطة ملعب ديالنا الملعب الكبير اللي كيهز جميع ساكنة طنجة وكنتمناو إن شاء الله دابا يعني من هنا من فوق يكون الأداء اكثر من اللي شفنا اليوم يكون واحد انسجام واحد الثقه بين اللاعبين ما يبقاوش يعني يخفوا حنا راه كسكان مدينه طنجه كتجبنا كره حديثه كره تكون يعني عندها واحد الاكله فهمتي عندها واحد الاكله ديالها عندها واحد النكهه ديالها بها كنبغيو حنايا نتفرجوا حيت حنا جينا في واحد موقع استراتيجي واش تدخل استراتيجي عفوا والحمد لله ثلاثه النقط جبناهم وقول اللي بغتونا فيه اللي كنا حاسبين عليه راه قول ما زولوه فهمتي كيعيطنا السيد قلنا راه قول ما الغاوه فهمتي تفاجئنا وتعصبنا ولكن الحمد لله نوت انا نوت واحد النوضه ونوت كنغوت وكذا جا نقول الحمد لله انتصار وكنتمناو هذا الفوز جميع طنجه وهذا العالم طنجه هو اللي كاينين في العالم كنتمناو لهم هذا الفوز والحمد لله خصنا نمشيو في مسيره موفقه وتكون شي كره في المستوى وتحيه للجماهير الطنجاويه وتحيه للجماهير المغربيه عامه تبارك الله وشكرا بزاف والله يرحم والديك. مقابلة كانت جيدة مزيانة الدراري كانوا في مستوى اليوم وكنتمناو الخير ان شاء الله قدام فهمتي كيف ان شاء الله ان شاء الله الجو كان رائع مزيان كنتمناو الخير ان شاء الله قدامه وفريق يزيد يتحسن في المستوى ديالو ان شاء الله يا ربي ويكون خير بزاف بزاف بزاف. اشترك الان في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.